كيف تحب الفتاة نفسها؟ حب الذات ليس مجرد شعور عابر أو لحظة مؤقتة، بل هو عملية مستمرة من القبول والتقدير والرعاية للنفس. في عالم مليء بالتحديات والمقاييس الاجتماعية، قد تجد الفتاة صعوبة في أن تحب نفسها حقاً، لكن من الممكن تحقيق ذلك من خلال بعض الخطوات العملية والتغيرات في العقلية. هنا بعض النصائح التي قد تساعد الفتاة في تعلم حب نفسها. فهم وقبول الذات. أول خطوة نحو حب الذات هي فهم من تكون الفتاة وقبولها لذلك. يجب عليها أن تعترف بعيوبها قبل ميزاتها، وأن تدرك أن الكمال ليس غاية، وإنما الرحلة نحو الأفضل هي الأهم. قبول الذات يتطلب الشجاعة، وهو يأتي من فهم أن كل إنسان لديه نقاط قوة وضعف. 2. الرعاية الذاتية. الرعاية الذاتية ليست رفاهية بل ضرورة. يمكن للفتاة أن تعتني بنفسها من خلال تناول الطعام الصحي، ممارسة الرياضة، والحصول على قسط كاف من النوم، كما يجب أن تجد الوقت للهوايات والنشاطات التي تجعلها سعيدة. الرعاية الذاتية تعني أيضاً الاستماع إلى احتياجات الجسم والعقل والاستجابة لها. 3. تحديد الحدود. يجب على الفتاة أن تتعلم قول لا عندما تحتاج إلى ذلك. هذا يشمل الابتعاد عن العلاقات السامة والمواقف التي تستنزف طاقتها. وضع الحدود هو علامة على الاحترام الذاتي والاعتراف بأن راحتها النفسية والجسدية مهمة. 4. الحديث الذاتي الإيجابي. الحديث الذاتي له تأثير كبير على العقلية. بدلاً من انتقاد النفس بشكل دائم، يجب على الفتاة أن تحاول استخدام كلمات إيجابية وتشجيعية. يمكنها كتابة قائمة بالإيجابيات والإنجازات التي حققتها والرجوع إليها كلما شعرت بالإحباط. 5. تقبل الأخطاء والتعلم منها. كل شخص يخطئ، والأخطاء هي جزء من النمو والتعلم. بدلاً من جلد الذات بسبب الأخطاء، يجب أن تعتبر فرصاً للتعلم والنمو. الفتاة التي تحب نفسها تتقبل أخطائها وتسعى للاستفادة منها لتحسين ذاتها. 6. الانخراط في نشاطات تعزز الثقة بالنفس. ممارسة الهوايات والأنشطة التي تستمتع بها الفتاة يمكن أن يعزز من ثقتها بنفسها، سواء كان ذلك من خلال الرياضة، الفن، الكتابة أو التطوع. هذه الأنشطة توفر فرصة للتعبير عن الذات وتحقيق الإحساس بالإنجاز. 7. البحث عن الدعم. من المهم أن تحاط الفتاة بأشخاص داعمين ومحبين. يمكن للعلاقات الصحية أن تلعب دوراً كبيراً في تعزيز حب الذات. يجب أن تختار صديقاتها وأحبائها بعناية، مع التركيز على الأشخاص الذين يرفعون من معنويتها ويدعمونها. 8. التحلي بالامتنان. الامتنان يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على حب الذات. يمكن للفتاة أن تحاول كتابة قائمة يومية بالأشياء التي تشعر بالامتنان لها. هذا التمرين يساعد في تحويل التركيز من ما ينقصها إلى ما تمتلكه بالفعل. 9. السعي نحو النمو الشخصي. يجب على الفتاة أن تسعى دائماً لتحسين ذاتها، سواء من خلال التعليم المستمر، اكتساب مهارات جديدة، أو تحسين الجوانب الشخصية. النمو الشخصي يعزز الثقة بالنفس ويجعل الفتاة تشعر بالفخر تجاه إنجازاتها. 10. ممارسة التأمل والاسترخاء. التأمل يساعد في تهدئة العقل وزيادة الوعي الذاتي. يمكن للفتاة أن تخصص بعض الوقت يومياً للتأمل، مما يساعدها في تقليل التوتر وزيادة الشعور بالسلام الداخلي. في الختام، حب الذات هو رحلة وليس وجهة. يتطلب الأمر وقتاً وجهداً، لكن الفوائد طويلة الأمد تستحق العناء. الفتاة التي تحب نفسها تكون قادرة على بناء حياة مليئة بالسعادة والنجاح. يجب أن تتذكر دائماً أنها تستحق الحب والاحترام من ذاتها قبل الآخرين. التحدث مع النفس بطريقة إيجابية يمكن أن يكون أداة قوية لتعزيز الثقة بالنفس والرفاهية النفسية. إليك بعض النصائح حول كيفية تحقيق ذلك. 1. الوعي بالأفكار السلبية. أول خطوة هي أن تكوني واعية بالأفكار السلبية عندما تظهر. اكتبي هذه الأفكار حتى تتمكني من تحليلها لاحقاً. 2. تحدي الأفكار السلبية. عندما تتعرفين على فكرة سلبية، اسألي نفسك إذا كانت هذه الفكرة مبنية على حقائق أم مجرد افتراضات، ثم حاول استبدالها بأفكار أكثر إيجابية وواقعية. 3. استخدام لغة إيجابية. حاول استخدام كلمات إيجابية عندما تتحدثين مع نفسك، بدلاً من قول أنا لا أستطيع فعل هذا، قولي سأحاول وأبذل قصارى جهدي. 4. تقدير الإنجازات الصغيرة. احتفي بالإنجازات الصغيرة ولا تقللي من شأنها. كل خطوة صغيرة نحو الهدف تستحق التقدير. 5. استخدام الجمل التوكيدية. استخدمي الجمل التوكيدية الإيجابية لتعزيز الثقة بالنفس. قولي لنفسك مثلاً أنا قادرة على تحقيق أهدافي،
أو أنا شخص قوي ومثابر. 6. التركيز على الحلول بدلاً من المشكلات. بدلاً من التركيز على ما لا يسير وعلى ما يرام، ركزي على ما يمكنك فعله لتحسين الوضع. 7. التسامح مع الذات. كوني رحيمة مع نفسك عندما ترتكبين أخطاء. تذكري أن الجميع يرتكب أخطاء وأنك تتعلمين وتنمين من خلال هذه التجارب. 8. تخصيص وقت للرعاية الذاتية. خذي وقتاً للاسترخاء والقيام بأشياء تستمتعين بها، فهذا يعزز من مشاعرك الإيجابية تجاه نفسك. 9. ممارسة الامتنان. ابدأي يومك أو انهيه بكتابة 3 أشياء تشعرين بالامتنان تجاهها. هذا يمكن أن يغير من نظرتك للحياة بشكل إيجابي. بتطبيق هذه النصائح بشكل منتظم يمكن أن تصبح التحدث الإيجابي مع النفس عادة مفيدة تسهم في تحسين مزاجك وزيادة ثقتك بنفسك. إليك المزيد من الطرق لتعزيز طاقة الأنوثة بالإضافة إلى علامات الأنوثة بشكل مفصل. باباساد سبا، طرق إضافية لتعزيز طاقة الأنوثة. 1. التواصل مع الطبيعة. قضاء الوقت في الطبيعة مثل المشي في الحدائق أو على الشاطئ يمكن أن يعزز الإحساس بالسلام الداخلي والارتباط بالأنوثة الطبيعية. 2. التعبير عن الأنوثة والإحساس بالحركة والمرونة. 3. العناية بالبشرة والجسم. إنشاء روتين للعناية بالبشرة واستخدام المنتجات الطبيعية يمكن أن يعزز الشعور بالجمال الداخلي والخارجي. قراءة الأدب الرومانسي والشعر. الانغماس في الأدب الذي يعبر عن المشاعر والعواطف بعمق يمكن أن يغذي الروح الأنثوية. 5. الطبخ. تحضير الوجبات والابتكار في المطبخ يمكن أن يكون وسيلة للتعبير عن الحب والعناية بالآخرين وبنفسك. 6. ممارسة اليوغا النسائية. هناك أنماط من اليوغا مصممة خصيصاً للنساء تساعد على تعزيز الطاقة الأنثوية والتوازن الهرموني. 7. الموسيقى. الاستماع إلى الموسيقى التي تلهمك وتشعرك بالسعادة يمكن أن يكون له تأثير كبير على الطاقة الأنثوية. 14. علامات الأنوثة المفصلة. 1. التعاطف والتفهم. القدرة على وضع نفسك في مكان الآخرين وفهم مشاعرهم واحتياجاتهم. 2. الحدس. الثقة في الغرائز والمشاعر الداخلية والتي غالباً ما تعتبر سمة أنثوية قوية. 3. النعومة والرفق. التفاعل مع الآخرين بلطف ورفق سواء في الكلام أو الأفعال. 4. الإيجابية والعاطفية. القدرة على التعبير عن المشاعر بشكل صحي والاحتفاظ بنظرة إيجابية تجاه الحياة. 5. التوازن بين العقل والعاطفة. القدرة على استخدام العقل والعاطفة بشكل متوازن لاتخاذ القرارات. 6. العناية بالتفاصيل. الانتباه إلى التفاصيل الصغيرة سواء في العمل أو في الحياة اليومية مما يعكس الاهتمام والجودة. 7. الصبر والتروي. القدرة على التحلي بالصبر والتروي في التعامل مع الأمور والمواقف المختلفة. تعزيز العلاقة مع الذات. 1. ممارسة التأمل. التأمل اليومي يساعد في تنمية الوعي الذاتي والاتصال بالروح الداخلية. 2. التدوين. كتابة اليوميات والأفكار والمشاعر يمكن أن يكون وسيلة فعالة لفهم الذات والتعبير عن العواطف. 3. الاسترخاء والتدليك. الحصول على جلسات تدليك أو الاسترخاء في الحمام الدافئ يساعد على تقليل التوتر وتعزيز الشعور بالراحة. 1. تعزيز العلاقات الصحية. 1. بناء علاقات داعمة. التفاعل مع الأصدقاء والعائلة الذين يدعمونك ويعززون من شعورك بالقيمة الذاتية. 2. التواصل الفعال. تطوير مهارات التواصل الفعال والاستماع النشط يمكن أن يعزز العلاقات الصحية والمتوازنة. 3. الحدود الشخصية. تعلم وضع حدود صحية في العلاقات للحفاظ على الطاقة والاحترام المتبادل. الحفاظ على الروتين الصحي. 1. التغذية السليمة. تناول الأطعمة المغذية التي تعزز الصحة العامة وتوازن الهرمونات. 2. النوم الجيد. الحرص على الحصول على قسط كاف من النوم ليلاً لتحسين الصحة العامة والمزاج. 3. ممارسة الرياضة. الانخراط في نشاط بدني منتظم يعزز الطاقة ويزيد من الشعور بالرفاهية. بتطبيق هذه النصائح يمكن لأي فتاة تعزيز طاقة الأنوثة لديها والتمتع بحياة متوازنة وصحية. زيادة طاقة الأنوثة عند الفتاة يمكن أن تكون نتيجة لعدة عوامل متعلقة بالجسد والعقل والروح. هذه الطاقة تتعلق بالصفات والخصائص التي ترتبط عادة بالأنوثة مثل الحساسية، العناية، الجمال، الإبداع والعاطفة. إليك بعض الطرق والعلامات التي تشير إلى زيادة طاقة الأنوثة. طرق لزيادة طاقة الأنوثة. 1. الاهتمام بالمظهر الشخصي. العناية بالنفس وبالجمال الشخصي يمكن أن يزيد من الثقة والشعور بالأنوثة. 2.
ممارسة النشاطات الإبداعية مثل الرسم، الكتابة أو الحرف اليدوية التي تعزز الشعور بالإبداع. 3. أن ممارسة الرياضة، خصوصاً الرياضات التي تجمع بين الحركة والهدوء مثل اليوغا والبيلاتس. العناية بالصحة العامة، تناول غذاء متوازن والحصول على قسط كاف من النوم والابتعاد عن التوتر. 5. التواصل الاجتماعي والعاطفي، بناء علاقات صحية وداعمة مع الآخرين والتعبير عن العواطف بحرية. 6. التأمل واليقظة الذهنية، ممارسة التأمل يمكن أن يساعد في تحقيق توازن داخلي وزيادة الوعي بالذات. علامات الأنوثة، حد الرقة واللطف، التعامل مع الآخرين بلطف واحترام. 2. الحساسية، القدرة على الشعور بالآخرين والتفاعل معهم بعمق عاطفي. 3. القدرة على العناية، الرغبة والقدرة على العناية بالآخرين سواء كانوا أطفالاً، أفراد الأسرة أو أصدقاء. 4. الإبداع، التعبير عن الذات بطرق إبداعية ومبتكرة. 5. الجاذبية الشخصية، ليس فقط من الناحية الجسدية بل أيضاً من خلال السلوك والكاريزما. 6. الاستقلالية والثقة بالنفس، القدرة على الاعتماد على الذات واتخاذ القرارات بثقة. 7. النعومة والأناقة في المظهر الخارجي والتصرفات، زيادة طاقة الأنوثة تتعلق بالانسجام مع الذات والعيش بطريقة تعبر عن الجوانب الإيجابية من الأنوثة بصدق وحرية.